معتقدات خاطئة حول مرض كورونا. فيروس الكورونا لا يصيب الأطفال. الأشخاص الأكبر عمراً والذين لديهم حالات صحية مسبقة هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ولكن على الأشخاص من جميع الأعمار اتباع الخطوات اللازمة للوقاية من المرض مثل غسل اليدين وغيرها. ولحد الآن نسبة الوفيات للأطفال تحت عمر 10 سنوات هي 0%.